طيب كلميني على الفستان والإطلالة الجميلة النهاردة. الدرس سامو هاجروس والجولري بتاعتي، بس الايرينجز من ايران. منين؟ ايران. تمام. ايه الافلام اللي انت حريصه السنه دي انك تشوفيها؟ والله كل حاجه، يعني انا اتمنى ان انا اجي كل المهرجان، يعني مش الاوبننج او كلوزنج بس. طمنينا على صحتك بعد الازمه الاخيره. الحمد لله بقت احسن بكتير. احمد فهمي مزعلك في حاجه؟ لا خالص والله. تمام، شرفتينا. ميرسي قوي.